من الأصول المهمة جدا الحسنة. قال شيخ الإسلام الحسنة يعني المصلحة تترك في موضعين، في موضعين أنت بتخلي المصلحة ما بتسويها، مش مصلحة أنت ما بتسويها. الموضع الأول إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منها، مثل صلح الحديبية. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب اكتب بسم الله، قالوا لا، المشركين قالوا لا، اكتب باسمك اللهم الرحمن الرحيم، قالوا لا نعرف رحمنا ولا رحيما، اكتب باسمك اللهم. ده لو كان واحد هسه يقول لك لا لا دي لك لك يا زول، صح ولا ما صح؟ النبي قال لعلي بن ابي طالب امسحها. علي بن ابي طالب يعني استحى انه يمسحها، النبي صلى الله عليه وسلم بل ريقه بصباعه قال له ارينيه، قال له هنا، بل كده ومسحها الرحمن الرحيم الكتابه مسحها. اها رايكم شنو في الفعل له؟ مسحها. قال اكتب من محمد رسول الله، قالوا لو علمنا انك رسول الله لتابعناك، اكتب من محمد بن عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم مسح، رسول الله مسح، كتب محمد بن عبد الله. دي مصالح ولا ما مصالح؟ الرحمن الرحيم يكتب، رسول الله يكتب، مصالح ولا ما مصالح؟ تركت. ليه؟ لانه مصلحه صلح الحديبيه اعظم من مجرد الكتابه هذه. وصلح الحديبية ده بعدين ربنا سماه فتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والصحيح إنه ده ما مكة، ما فتح مكة، ده صلح الحديبية. ليه ربنا سماه فتح مبين كمان، فتح مبين؟ ليه؟ لأنه دخلوا القبائل في دين الله أفواجا بسبب هذا الصلح. أها في النهاية فوتوا مصلحة، لكن ترتبت المصلحة الكبرى وهي إسلام الناس وإيمانهم ودخولهم في دين الله أفواجا. فما تستعجل، ما تستعجل، ما تستعجل. طيب ده الموضع الأول اللي بتترك فيه شنو يا جماعة؟ الحسنة يعني المصلحة. الموضع الثاني أو مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة. إذا عملنا المصلحة دي في سيئة بتجب اللزوم مستلزمها، لكن السيئة اللي بتجد كمان مضرتها اعظم من مصلحة شنو؟ الحسنة ذاتها. قال شيخ الاسلام مثل ترك بناء الكعبة، وذكر حديث عائشة رضي الله عنها ذكرناه قبل شوية. طيب كذلك من القواعد المهمة جدا، وانا ما اقدر اطول عليكم، قال شيخ الاسلام ابن تيمية، وده نص في موضع النزاع، نص في موضع النزاع والجوط الحاصل، بالله عليك الله اسمعه، والله كأنه شيخ الإسلام ابن تيمية قاعد معانا وشاف الحركات الموجودة في الفيسبوك والواتساب. قال شنو؟ قال فالعالم تارة يأمر، بس اسمع الكلام ده كويس، ده قاله شيخ الإسلام زمان. قال فالعالم في مجموع الفتاوى جزء 20 صفحة 59، ونقله الشيخ سليمان في كتابه المصالح والمفاسد. قال فالعالم تارة يأمر وتارة ينهى، واجب حرام تكلم، وتارة يبيح وتارة يسكت عن الأمر والنهي والإباحة. أمر أمر الله، العالم جد قال صحيح صحيح، أحيانا بيتكلم به والأمر ده يأمر به، وأحيانا يسكت عن الأمر الذي أمر الله به ورسوله، واحيانا ينهى الناس يقول لهم ده حرام قال الله تعالى في القران والحديث، واحيانا يسكت عن النهي عن التحريم ده ذاته. العالم صحيح صحيح احيانا بيسكت. اها شيخ الاسلام ملكلك. طيب قال فاما اذا كان المامور والمنهي لا يتقيد بالمحكي، يعني الشخص يعني الامر ونهو ده ما بيتقيد بالأدلة النقلوها له أو بالفتاوى الحكوها له، إما لجهله وإما لظلمه. زين لاقينه امبارح ذاك التكفيري ده، قلت له يا أخي جا قاعد براو براو ما بزول جابه تكفيري تب، قال له الزنجي، قال الزنجي ذاته قال ده ذاته ما عارف حصل وين. أها قلت له
قلت له قال انا عندي التكفير. قلت له يا اخي انا بديك القران والسنه بتقبل بيهم؟ قال بقبل بيهم. قلت له يا جماعه ده ليش هدو انا عارفه يقبل بيهم. ذكرت له القواعد، اي قاعده بدليله. اه بقى ينطق. قلت له الله قال كده، ذكرنا له ايات من سوره البقره وكده. ابا بس ابو بكر قال له قوم على هنا، قوم امشي يلا. طردناه وجزاه الله خير تقبل الله. ده زي ده اقرب مثال لكلام شيخ الاسلام ابن تيميه. ما بيتقيد بالمحكي، ما عنده كبير غرض. قال اما لجهله واما لظلمه. زول يعلم وعارف انه كلامك ده حق، لكن زول ظالم وجاحد، ده ما تضيع معه زمنك.